اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، وعدنا لكم من نفس المكان اللي كما كتشوفوا معنا. جاوا السلطات داروا معاينه ديالهم انهم صوروا السيد من بعد ومشاو. هذه هي المعاينه اللي دارت، حتى واحد ما هضر معاه، حتى واحد ما فهمه ان هذا الشيء راه خطر اللي كيدير فيه. القرار اللي خداه هو انه يصوروه هو طالع ويمشي، حتى لو وقعت شي حاجه التقرير ديالهم كيرفقوه بدوك الصور بان احنا قلنا ليه، هو ما كاين قال لي حتى شي واحد شي حاجه. وراه بادي مسكين، بادي اللي بادي من الفوق، هو كيجير في هذا الحيط هذا، لا سيكيريتي بلا شي حزام اللي غادي يحفظو لا حتى حاجه. حدو مسكين رابط سلم من الفوق، صافي هادشي اللي كاين. حنا درنا اللايف ديالنا، قلنا راه السلطات ملي شافوا هادشي غيديروا شي حل، غيهضروا معاه، غادي كانت غير الخدمه ديال السلطات كانت تصوير من بعد وصافي. كنتمناو تكون شي مراقبه على هاد الناس ويشوفوا لهم شي حل زوين انهم يشتغلوا بالحوايج اللي غادي يوقيوهم من هاد الاخطار اللي كيوقعوا فيها. انا كنشوفوا قريب كيما شفتوا معنا اخر فجيعه شناها ديال مسكين، الله يحسن الوالد، هو مسكين الله يكون معاه، هو مسكين راه بالزمن وجاي على قبل داك طرف الخبز. انا ما تندويش عليه، هو ما تندويش على المسؤولين اون جينيرال. شو ما راجل بحال هذا كبير يبقى يخدم هاد الخدامي هادو فيهم الريسك لحياته، وهذا راه ماشي واحد، راه الا ضرب شي واحد الدوره ساعي شحال كنلقاو في النهار، راه وحده من بزاف، وحده من بزاف. وكتجي تقول الله يحسن العوان، حتى هو مسكين ما عندوش البديل، ولكن بحال هاد البريكولات اللي كيكون هادو هما البريكولات الخاوين اللي فيهم الريسك اكثر من فلوسهم. بحال هاد البريكولات حيت مسكين خدامه بغي بصحيحته، ولا وقعت ليه شي حاجه راه بقى مريح. كنتمنوا من السلطات انهم يتفاعلوا مع هاد اللايفات اللي كنديروا، وتكون واحد المراقبه، ويكون واحد الحل اللي يرضي الطرفين، لا مول الدار لا المعلم، وتا واحد ما يضيع. مول الدار باغي دارو تصبغ وتكون زوينه، خاص المعلم حتى هو يكون في واحد الامان حتى هو، ويشاط ليه داك رصيق بارد ما فيه لا مشاكل لا والو. هذا بعدا راه مسكين ملي كيشدو بحال هاد البريكولات راه يرجع ولا ما يرجعش، الله يستر. وسلوم ما وقف حدا حتى شي واحد، ما حاضي حتى شي واحد. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تي في. المراقبه تكون، بغينا هذه المراقبه اللي كنهضروا عليها راه غتعطي قيمه للحريفي، نوليو بحال الدول المتقدمه، حريفي في الدول المتقدمه على شي حاجه باش تجيب صباغ ولا بلومبي ولا، راه خصك ما هي وما لونوها. راه ما يمكنش في الدول المتقدمه، مستحيل انك تلقى بحال هذا المنظر هذا. وحنا بغينا نوليو مدينه ذكيه باش بالفم، وما يمكنش نوليو مدينه ذكيه بالفم، راه بحال هذا المشهد هذا راه عيب وعار. وحنا صراحه مقبلين على تنظيم كاس العالم، وكنت نشوف بحال هذه المشاهد هذه راه حشومه. خصنا نعطيو قيمه لهذا الحريفي، هذا الحريفي خصو يكون عنده قيمه، خصو يكون يجيب ماتيريال ديالو ويجي مجهز، حتى هذاك المواطن يجيبو باش يخدم ليه يعطيه واحد المبلغ اللي هو اللي مهم، يعطيه بعدا على الاقل باش يكري داك الماتيريال وباش يكون مع وليداته، ماشي داكشي عشوائي. بركه علينا من العشوائيه، بركه علينا من الارواح اللي كطيح كل نهار بسبب هاد العاملين ديال البناء والصباغين والناس اللي كيطلعوا
مسافه طويله احك راه راه حشومه هذا الشيء ما خصوش يبقى الشيء ما خصوش يبقى خصنا عاوتاني نبداو النادي وعاوتاني الوالي يجي يشوف عاوتاني هذا الشيء الوالي خدام في حوايج كبار كيتقادوا خاص الصغار حتى هما يخدموا في بحال هاد الحوايج باش نكملوا بعضياتنا ماشي بحال اي حاجه ندخلوا فيها حنايا اجي سيد الوالي شوف هذا الشيء اجي سيد الوالي شوف هذا الشيء راه بزاف كل واحد خصو يدير الدور ديالو شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في الى حين باشر اخر ان شاء الله